بنروح نتابع اخبار النادي الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره، كل اخبار الفرق الالعاب الرياضيه طبعا كلها تكون مع زميلتنا العزيزه مريم سميح اللي بنقول لك صباح الفل يا مريم. وعايز اقول لك طبعا يا وندي كل عيد ميلادها، سنه عيد وهي ميلادها، طيب. شفت عيد ميلادها طبعا، كل البوست؟ سنه وهي طيبه مريم سميح وموفقه دايما يا رب. يعني قولي لنا الاخبار عندك ايه يا مريم. كل سنه وانت طيبه يا مريم طبعا. ومش عارفه، انا سمعت ان انت احتفلتي ولا لسه ما احتفلتيش ولا ايه؟ خلينا برضو نعرف منك يعني. وصبح عليك يا كريم، وصبح عليك يا نون، وصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يعني متشكره ليكم جدا يعني، وانتم بالف خير. لا انا الحقيقه ما احتفلتش، هو بس كانت سربرايز كده صغير على القد يعني، بس لا كاحتفال احتفال لا لسه ما احتفلتش الحقيقه. بجد بشكركم جدا، ودايما سباقين بالواجب وسباقين ان انتم تقولوا لنا كلنا، سواء انا او كل زملائي. الحقيقه ان انتم دايما مش بتفوتوا اي فرصه سواء في الفرحه او الحزن الحقيقه، عشان تكونوا موجودين في ظهرنا، وده الحقيقه يعني طبيعه الحال في كل العاملين في قناه الاهلي. خلينا بقى ننتقل لكل اخبارنا، سواء اخبار الفريق الاول لكره القدم او ايضا فرق رياضيه الاخرى وايضا انشطه اللجان. والبدايه طبعا مع الفريق الاول لكره القدم. الحقيقه ان النهارده اليوم الثاني على التوالي في الاجازه او الراحه السلبيه اللي منحها الجهاز الفني طبعا بقياده مستر مارسيل كولر. الحقيقه ان هو عقب الانتهاء من مباراه الاسماعيلي في الجوله الرابعه في بطوله الدوري المصري طبعا اللي كانت اول امس، وفاز فيها الاهلي بثلاثيه مقابل هدف وحيد لنادي الاسماعيلي، الحقيقه ان هو منح اللاعبين 5 ايام اجازه طبعا او راحه سلبيه نظرا للتوقف الدولي. وبعد كده بقى هيستأنف التدريبات مره اخرى استعدادا لمواجهه سيمبا التنزاني في ربع نهائي طبعا بطوله دوري السوبر الافريقي واللي هتقام في تنزانيا. والحقيقه خليني اقول لكم كمان ان عقب الانتهاء من المباراه يمكن جميع اللاعبين حصلوا على تطعيمات مختلفه استعدادا للسفر طبعا، والبعثه كامله حصلت على التطعيمات المختلفه. وطبعا زي ما احنا عارفين ان البعثه هتكون برئاسه الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. الحقيقه ان المباراه الاولى ان شاء الله او مباراه الذهاب هتكون يعني يوم 20 من اكتوبر الجاري في دار السلام، وبعد كده بقى مباراه العوده هتقام هنا في القاهرة يوم 24 من أكتوبر الجاري. نتمنى كل التوفيق طبعا للاعبي النادي الأهلي، والحقيقة أن احنا بنتمنى لهم كمان موسم قوي جدا خلال الفترة المقبلة، سواء على مستوى المنافسات المحلية أو الإفريقية، وأيضا يعني يمكن كأس العالم للأندية اللي هيكون خلاص في شهر ديسمبر المقبل. خلينا بقى يمكن يعني ننتقل للفرق الرياضية الأخرى، والحقيقة لا صوت يعلو فوق صوت أكيد طبعا الفريق الأول لكرة السلة رجال. الحقيقة أن هم قدروا يفوزوا على نادي الاتحاد السكندري بنتيجة 82-77 في دور الربع النهائي، وبكده طبعا من البطولة العربية لكرة السلة، وبكده يكونوا تأهلوا لنصف النهائي. هيواجهوا فيه طبعا سلة المغربي، فريق سلة المغربي. هتكون المباراة إن شاء الله في تمام الساعة 6:30 مساء من غد الأربعاء. يعني بنتمنى كل التوفيق لفريق السلة. الحقيقة إن هو قدم يعني مستوى رائع جدا خلال هذه البطولة، يعني البطولة العربية من يعني منذ أن بدأت. الحقيقة أن هم قدموا مستويات كبيرة جدا باستثناء مباراة وحيدة فقط أمام بيروت طبعا اللبناني، والحقيقة يعني كان حتى فرق السكور مش كبير قوي وأدوا فيه أداء رجولي. وخليني يعني أقول لك يا نهاوند وأقول لك يا كريم أن يعني الحقيقة كلمة السر في هذه البطولة هو جمهور النادي الأهلي في قطر أو تحديدا في الدوحة، بيقدموا أداء بطولي. والحقيقة أن هم يعني لا يقلوا أهمية عن اللاعبين في أرض الملعب، يعني الحقيقة بيشجعوا بكل حماس. والحقيقه كمان ان يمكن لاعبي النادي الاهلي او فريق كره السله رجال قالوا ان حتى بعد الخساره من فريق بيروت الحقيقه ان هم كانوا بيشجعوهم برده، ويعني كانوا بيأزروهم وقالوا لهم ولا يهمكم، انتوا قدمتوا اداء كبير جدا وقادرين ان انتوا تكملوا. والحقيقه ان في المقابل يعني كل اللاعبين وعدوهم ان هم يعودوا بالبطوله مره اخرى. والحقيقه ان كانت مباراه كبيره جدا امام نادي الاتحاد السكندري، قدر فيها النادي الاهلي ان هو يعني يخلص المباراه صالحه، وان شاء الله يفوز ايضا بكره بقى ويتاهل للنهائي، ويعني يعودوا من الدوحه بالبطوله العربيه او بكاس البطوله العربيه ان شاء الله. يعني يمكن بقى خلينا ننتقل لاخر اخبارنا النهارده والمتعلق بانشطه اللجان والاداره التنفيذيه. الحقيقه ان يعني القائمين على النادي الاهلي بيقدموا زي دبلومه او برنامج للاداره الرياضيه بالتعاون مع كليه اداره الاعمال بالجامعه الامريكيه. الحقيقه ان النادي الاهلي دايما بيكون مهتم ان هو يقدم مثل هذه البرامج علشان اي حد من اعضاء النادي الاهلي حابب ان هو يشارك في اي يعني شيء ليه علاقه بالرياضه وتنميه المهارات الرياضيه
الرياضيه واداره الرياضه ايضا. الحقيقه ان هو بيقدم لهم تسهيلات كبيره جدا، وهيقدم لهم كمان يعني يمكن 20% على المنحه الدراسيه المقدمه طبعا من الجامعه الامريكيه وتحديدا كليه اداره الاعمال. عايزه يعني يمكن انبه على كل مشاهدي قناه الاهلي واعضاء كمان النادي الاهلي ان يمكن اخر موعد للتقديم في هذه البعثه هيكون بعد غد الخميس ان شاء الله الموافق 12 من اكتوبر الجاري. طبعا دي كانت كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. بشكركم جدا، كلمه ليكم مره اخرى. بنشكرك طبعا زميلتنا العزيزه مريم سميح، وموفقه دايما يا رب ان شاء الله باذن الله.